اسمي مبارك محمد باني، عندي 14 سنة، ابن معشاق السياسي الصحراوي محمد باني ضمن مجموعة تقديم ميزيك، نقرا في السابعة. كنت واقفة سلمية، اللي قبضوني البوليس داوني الكوميساري اللي في شارع بكرع ديال لاكارت، فماشي لودو شي قبضو تليفوني كدا، كنت داير بروفيل فيه دي رايت الجبهة، صايي تماك بحالك تمو يتنخمو بحالها ولقاو التصاور مالي فماشي ديال الجبهة تمو يخبطو ويصرفقو داوني بحالها، درت انا بحالها وخليتهم يخبطو يجرو يخبط يجر هو واحد ما يتنراطرو، داك اللي يدور يخطك يجرك كيخطك، ثاني ملي كيجرك كيخطك كيصرفك، ثاني ملي كيجرك بحاله كيطلع معاك بالتصرفيقه. انا درت بحاله قبضت وجهي، هذه قبضت بها وجهي قبضت راسي وخليتهم يخطو يجروني بحاله، ولكن عادي والتليفون تعوج وهما دايرين لي الرشق بالحجاره. انا ما قد ترشقتش بالحجاره، انا لمظاهرات سلميه نطالب بيطلق سراح بويا وما قد نخبط بالحجاره.